استقطبت منافسات جيدو عددا معتبرا من الجماهير التي صنعت أجواء من الفرجة في المدرجات، خاصة عند دخول المصارعين الجزائريين المنافسة. مادام تشوف الغاشي برا وباغيين يدخلوا وتشوف الداخل، الصالة مليانة، وهنا رانا واقفين هاك تشوف البلاصة ما كاش الداخل، تعرف بلي ما شاء الله. تشوف معنا يعني بالروح، كاين عائلات، كاين شباب محب للرياضات، الحمد لله هذا صافي بيزيد شيء يشرف الجزائر. والله هذه الله أعلم ما يقولون، يقولوا بلي الرياضة الثانية بعد كرة القدم محبوبة إلى درجة ما تعمش عقلك هنا في الجزائر. بالنسبة للمصارعين فإن عامل الجمهور يعد حافزا لهم لاعتلاء منصة التتويج. كيكون معك بيبليك باينة بلي تكون عندك 70% تاع ربح، فاهم؟ ما تبقاش تخدم البيبليك تاعك، فاهمني؟ ان شاء الله ربي يوفقنا. باينة هذاك دوزيام قلب، كي تزيد كيما هاك تزيد دوزيام قلب، كاين قلب تاعي وقلب تاع البيبليك وقلب تاع بلادك، باينة بلي تزيد تموتيف اكثر. الجمهور الذي حضر منافسة جيدو يواصل تقديم صورة مميزة للألعاب المتوسطية من خلال الحشود الكبيرة التي تصنع الفرجة في مختلف القاعات الرياضية بشعار كلنا وراء الرياضيين الجزائريين.